في إنجاز بحريني جديد يعزز مكانة المملكة في قطاع الفضاء على المستوى الدولي، أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء فوز مهندس الفضاء يعقوب القصاب بجائزة 20 شابا قائدا تحت سن 35 المقدمة من الجمعية الدولية للخبراء والمحترفين في مجال الفضاء والأقمار الصناعية لعام 2024. حول هذا الموضوع أكد المهندس يعقوب القصاب أن حصوله على الجائزة جاء بعد مساهماته في البحوث العلمية وتميزه الأكاديمي في مجال الفضاء. الفوز بجائزة 20 قائد تحت 35 العالمية تعتبر اعترافا دوليا بإنجازات الشباب البحريني المتميز في مجالات الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية. تعزز هذه الجائزة سمعة الفائزين عالميا وتفتح لهم الفرص المهنية وشبكات التعاون مع قادة الصناعة. هذه الجائزة تمنح للشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة المتميزين في قطاع الفضاء من خلال تميزهم الأكاديمي، الأبحاث العلمية والمبادرات المجتمعية. ولله الحمد حصلت على هذه الجائزة تقديراً لجهودي البارزة في مجال الأبحاث العلمية، حيث نشرت 28 بحثاً علمياً في مجال الفضاء وتقنياته، ونفذت عدد من ورش العمل والفعاليات المجتمعية المتعلقة بعلوم الفضاء، بالإضافة إلى تميزي الأكاديمي بحصولي على الماجستير في الهندسة الميكانيكية في تقنيات ونظم الفضاء بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.